خلينا نبرز حاجات حصلت بالفعل على الأرض. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نجح مع مبادرة حياة كريمة إنه يوسع مظلة الحماية الاجتماعية ويركز على تلبية احتياجات الناس، وكمان قدر يوصل لمناطق محرومة ونائية من الخدمات وما كانش فيها رعاية لازمة. خلينا نتابع ونشوف التقرير. المبادرات المختلفة الحياة كريمة والتحالف الوطني بتتلاقى مع رؤى القيادة السياسية للقضاء على العوز والجوع وتوسيع التمكين الاقتصادي مع الانتصار للمرأة وحقوقها. امبارح الجريدة الرسمية نشرت تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. تضمن المشروع أن يكون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي غير هادف للربح، وكمان يتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ده غير إنه يجوز له إنشاء فروع في المحافظات أو فروع خارج الجمهورية بموافقة رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح رئيس مجلس الأمناء. القرار الصادر ده جه بعد نجاح مبادرة إبدأ والتحالف في مساعدة ناس كتيرة من أهالينا في كافة المناطق والمحافظات والأعمال الخيرية عشان يطوروا المشروعات والإسهام بإيجابية في تغيير حياة المستفيدين. ولو جينا ندور على جهود مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني في الأعمال الخيرية هنلاقي الجهود دي متعددة في أركانها وأهدافها، وده علشان تعزز من توفير غطاء آمن للفئات الأكثر احتياجاً ومساندتهم لتجاوز التحديات الراهنة. الأعمال الخيرية والمساعدات دي دايماً بتكون ناجحة وبيكون في إشادات كبيرة جداً من المجتمع المصري بكل طوائفه بنتائج هذه المبادرات وبالتنسيق بين حياة كريمة وبين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بهدف الاستفادة مما تملكه مؤسسات المجتمع المدني بكوادر من المتطوعين تستطيع تقديم الخدمات المجتمعية للفئات المستهدفة بسرعة وفاعلية. هنلاقي كمان في اهتمام كبير جداً من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة تطورات المشروع وتوجيهه بوصول المساعدات لمستحقيها، وده بيحمل دلالات إيجابية حول حرصه على تغيير حياة المصريين للأفضل ومد بوصلة البناء والتعمير للمناطق المحرومة والنائية. حياة كريمة والتحالف عندهم أولوية للقوافل الطبية اللي بتعتبر بتمثل أحد الآليات المهمة لتوفير تطلعات أهالي الريف في الحصول على خدمة صحية مناسبة.